بالنسبة لكل محافظات القطر هناك تعليمات واضحة لإجراء الامتحانات، وكانت جميع مديريات التربية قد استعدت لهذه الامتحانات لتوفير كل ما يتطلب راحة أبنائنا التلاميذ، وأيضا بقضية القياس والتقويم التربوي وإعداد بنوق الأسئلة لهذه الامتحانات. أستطيع أن أقول الحمد لله وزارة التربية في هذا المجال يعني قامت بكل ما هو مطلوب منها، وإن شاء الله تكون هي امتحانات ناجحة على مستوى الوطن. هذه نقطة، ونقطة أخرى أتمنى فعلا يعني لطلبتنا التوفيق والنجاح، ولأولياء الأمور متابعة كل ما يخص العملية الامتحانية من خلال طبعا موقع وزارة التربية طبعا على شبكة الانترنت. كل طلاب مدينة دمشق اليوم توجهوا باتجاه امتحان طلاب الحلقة الأولى، طبعا توجهوا للامتحانات. نحن عملنا كل إجراءاتنا وكل التسهيلات اللي ممكن نقدمها لطالبنا. مراكزنا الامتحانية موزعة كل مدارسنا. طبعا جولة السيد وزير كانت للاطمئنان على واقع العملية الامتحانية. نحن هاي الخطوة الأولى من عمليتنا الامتحانية، عملياتنا الامتحانية مستمرة بعد لسه في الخطوة الثانية اللي هي طلاب المرحلة الحلقة الأساسية، الحلقة الثانية من التعليم الأساسي إضافة للصفوف الانتقالي العاشر والحادي عشر اللي راح تبدأ بتاريخ 12/5. شايف تحصاد لجهد وتعب مستمر لعام كامل إن شاء الله، إن شاء الله الله يضيع لهم تعب ونتمنى لهم التوفيق وهيك النجاح، والله يهنيهم ويسعدهم يا رب، ونقدر نقدم شيء لهالجيل ليبني الوطن ويساعده إن شاء الله هيك ليطلع من هالأزمة اللي هو فيها.